مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نصل بكم الى ختام هذا اليوم شوطنا 25 ضمن اشواط الانتاج والمنتجين عبر قناه ياسر الرياضيه. ومن قلب الحدث ارضيه هذا الميدان، ميدان الوثبه عاصمه الميادين، عاصمه الملايين بالفعل لسباقات الهجن، نذهب مع انطلاقه شوط الختام الذي خصص للابكار اللقايا المهجنه الاصايل. شوط الانتاج والمنتجين يعتبر الناموس ناموسين. مقدمة الشوط مباشرة نذهب مع المركز الأول لنجد من تسيطر مع المقدمة والصدارة. من تاتي زاهية تعود الملكية مشاهدين الكرام، من يقدم ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي، من يقدم لنا هذا الاسم لزاهية مع المركز الأول ومع الصدارة. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات وتاتي كواعب، تعود الملكية سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي من يقدم هذا الاسم. ومن الجانب الآخر انطلاق من شهب سلطان بن حميد بن حمد العويسي من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث. نشوف اللي في المركز الرابع، رابع المراكز من تاتي مغامرة محمد بن عتيق بن شامس العامري من يقدم هذا الاسم ويقدم هذا الانطلاق ابو حمدان مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس، الوصول والقدوم في هذه اللحظات من طاعة مبارك بن ناصر بن رملي العامري من يقدم هذا الاسم ويقدم لنا طاعة، من قدم لنا ابداع في شوطنا الماضي يقدم هذا الاسم مع المركز الخامس وهذا الانتاج الطيب. المركز السادس، سادس المراكز تسلل في هذه اللحظات وانطلاق مباشر. هناك مشاهدين الكرام أرى اللي هي من تاتي الرومية حسين بن علي بن محمد بن مهيدي القرشي محتل مع المركز السادس. سابع المراكز اللي في المركز السابع الظفرة، عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري من يقدم طيار الوثبة هذا الانتاج وتتقدم إلى المركز السابع. ثامن المراكز، القدوم والوصول في هذه اللحظات من فهد سالم بن عبد الله بن طهميمة بن كردوس العامري محتل مع المركز الثامن. وفي تاسع المراكز أرى اللي هي غيم عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي من يقدم غيم، عاشر المراكز. وختام النداء الأول مرضية ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، مرحبا بهذا الشعار. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة والنداء الأول. لنا عودة مع مقدمة الشوط، لنا عودة مع المركز الأول. من سيسدل الستار لهذا اليوم هذه الفترة الصباحية مع شوط الختام، شوط الانتاج، شوط الوداع بالفعل. مقدمة الشوط والمركز الأول أبناء السلطنة وإنتاجهم، مع مقدمة الشوط سلطان بن حميد بن حمد العويسي يقدم هذا الانتاج الطيب مع المركز الأول ويقدم لنا شهب مع الصدارة ومع القيادة والريادة. المركز الثاني، ثاني المراكز زاهية، ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي يقدم هذا الاسم لزاهية محتلا مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز، كواعب سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي يتقدم بوسهيل وانتاجه محتلا مع المركز الثالث. المركز الرابع، من تاتي طاعة مبارك بن ناصر بن رملي العامري يتقدم مباشرة، قادم من مصانع الجنوب وانتاجه ليشارك في هذا الشوط بشوط الختام. شارك في شوطنا الماضي وقدم النواميس والابداع. ناصر بن عبيد بن علي بن يزرب العامري يقدم هذا الاسم. بدأت تنطلق مشاهدينا الكرام مرضية وتغير من مركز إلى مركز بقيادتك أبو علي خليفة الهاشمي من يتابع هذا الشعار مع المركز الرابع. ومن الرابع إلى الثالث، المركز الخامس تصل في هذه اللحظات، وسادس المراكز اللي هي مغامرة محمد بن عتيق بن شامس العامري. ومن الجانب الآخر الرومي حسين بن علي بن محمد بن مهيدي القريشي في هذا الانطلاق، من يقدم القرشي هذا الشعار والانتاج. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. ولكن وين العميمي؟ وين وين العميمي؟ وين الكيلو الأخير
دخلنا أجواء الكيلو الأخير وشوط المنتجين، شوط الختام لمن سيسدل الستار من سعيد الحظ من المشاركين المنتجين المبدعين العميمي وإنتاج مع الصدارة. بن يزرب العامري قادم لنا ويقدم لنا مرضية. ناصر بن عبيد بن علي بن يزرب العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك رلهي شهب تعود الملكية من يقدم شهب سلطان بن حميد بن حمد العويسي القادم أحلى يتقدم في هذه اللحظات. هناك مبارك بن ناصر بن رملي العامري يقدم هذا الاسم. هناك رلهي طاعة ولكن مرضية ما شاء الله تبارك الله غادرت أعلنت مغادرتها. مشاهدين الكرام أعلنت العروض المميزة. ناصر بن عبيد بن علي بن يزرب العامري يبي صب عليهم بالخير أهل العين. يا سلام بو علي يتابع المسار خليفة الهاشمي من يرافق الشعار ومرضية غادرة الجميع أرضت مالكها. ناصر بن عبيد بن علي بن يزرب العامري والتهنئة والناموس للداعم الرسمي عبيد بن علي بن يزرب العامري. سلام بو ناصر سلام والتهنئة لمحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري لحظة الوصول. سلام ناصر بن عبيد بن علي بن يزرب العامري ومشكور خليفة الهاشمي قدم مرضية المركز الثاني طاعة. مبارك بن ناصر بن رملي العامري المركز الثالث. من وصلت مشاهدين الكرام هناك زاهي ضاحي بن جمعة بن ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي المركز الرابع. رابع المراكز مشاهدين الكرام منتت مع المركز الرابع مهدية هزاع بن حمد بن محمد الدرعي أول إذاعة المهدية. المركز الخامس خامس المراكز منتت مشاهدين الكرام كواعب سعيد بن عبيد بن مروشد السبوسي. هكذا النتيجة. نذهب إلى التوقيت الزمني وأثناء وصولها إلى خط النهاية مرضية مهدية ناصر بن عبيد بن علي بن يزرب العامري ومهدية الداعم الرسمي لهذا الشعار عبيد بن علي بن يزرب العامري ومحمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. وسلام العين سلام. 7 دقائق 26 ثانية 8 من الأجزاء. تهانين لك يا خليفة بن علي الهاشمي من رافق هذا الشعار المركز الثاني. نشوف اللي في المركز الثاني مشاهدين الكرام والتوقيت الزمني 7 دقائق 28 ثانية 4 من الأجزاء. طاعة مبارك بن ناصر بن رملي العامري تهانينا والناموس. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز زاهية واحد بن جمعة بن سعيد العميمي. 7 دقائق 31 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.